أكيد سمار فقرتنا هلأ بتفيد كل الناس، مين منا سمار ما بيسعى للنجاح والتفوق؟ أكيد كنا. بتعتبري حالك شخصية ناجحة فرح؟ بي كتير أمور أكيد سمار، بس يعني لما بدك توصلي للذروة هي شغلة كتير كبيرة، يمكن لال ونادرين كتير الأشخاص اللي بيوصلوا إلها. أكيد أنت شو رأيك سمار؟ أنا بعتبر إنه أي هدف حطيته براسي وبعقلي وقدرت أحققه يعني هذا نجاح بالنسبة أكيد إلي، وبعتبر حالي شخصية ناجحة الحمد لله. أكيد أكيد سمار، النجاح خطوة بخطوة، واليوم رح نحكي عن كثير من أسباب النجاح، معوقات النجاح، أيضا كثير من الأسئلة المهمة اللي رح تجاوبنا عنها طبعا ضيفتنا المميزة نسور عصام صافية، وهي مدربة تنمية ذاتية مديرة مركز بيت الإبداع. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا كثير، موضوعنا حلو اليوم. اكيد موضوعنا اكيد مين منا ما بيسعى للنجاح؟ تمام. مين منا ما بيسعى ليحقق اهدافه؟ مين منا ما حط خطوات لحتى يكون انسان ناجح يرضى عن نفسه ويعني يحس بالرضا اول شيء النفسي، وبعدين يكون قدوه للمحيط لغيره. اللي أكيد هو موجود فيه. نسور كمان نفس السؤال، بتعتبري حالك شخصيه ناجحه؟ وبعدين نفوت ونتعرف اكثر على مفهوم النجاح. أكيد بعتبر نفسي شخصية ناجحة، ولسه في نجاحات متلاحقة. بلشت بنجاحات صغيرة، والنجاحات كل ما خلصت نجاح لسه بسعى وبطمح لنجاح أكبر. تعريف الخيال سمينه شو هو النجاح وشو يعني النجاح؟ الحقيقة هي عبارة عن رحلة، هي الرحلة بتبلش بقرار، وهذا القرار في تحدي وفي نقطة بداية، نقطة تحول لانطلاق هي الرحلة، هيك بتكون بدايتها. نهاية هي الرحلة هي تحقيق لهي الأهداف، وبين البداية والنهاية في عنا صعوبات ومعوقات اجتزناها لحتى نحن كنا
معينة ما عاد في تطور بمسيرة حياته، بيفكر حاله أنه أنا خلاص وصلت للقمة، ما عاد في ابتكار، ما في قمة بالنجاح يمكن أكيد نسوه. فهون ببلش بمرحلة انحدار. أما الحالة السادسة أو الشخصية السادسة هي اللي دائماً بتكون متلاحقة نجاحات نجاح وراء نجاح، إن عارفانين أهدافهم، عارفانين طموحاتهم، مؤمنين بقدراتهم، ما عم يلتفتوا إلا لكلام الأشخاص الناجحين، دائماً في تطوير لأعمالهم، دائماً في عندهم رؤية واضحة لشخصياتهم. أكيد سر النجاح للأشخاص هن كمان ما بدنا نخفي إنه بيقدروا يواجهوا المصايب والمصاعب بالحياة أكيد، ويكون عندهم عزيمة وإرادة وثبات بأي شيء عم بيصير معهم. شو كمان أنت بتضيفي على سر نجاح هدول الأشخاص؟ الشخص الناجح برأيك مين هو؟ يلي لازم يكون عنده انضباط، إصرار، والتزام. هدول بنسميهم مثلث النجاح. نعم. تماما. وقت أنا بيكون في عندي انضباط بسلوكياتي، نظم أموري، في عندي التزام بالعهود اللي أنا وضعتها على نفسي وعلى مسيرة حياتي، في عندي إصرار على المواصلة والنجاح، أنا أكيد رح أصل لأهدافي. بس في فكرة كتير مهمة إنه كتير من الأشخاص بيعيدوا بيكرروا نفس الطرق، عندهم هدف معين بيعيدوا بيكرروا نفس الطرق نفس الأدوات حتى يوصل لهذا الهدف، يرجعوا بيفشلوا. اليوم أنت نحن لازم نغير هدفنا، منقول هذا الهدف إن كان غير مناسب، إن كان لقدراتنا لظروفنا لأي شيء كان. بالتخطيط الاستراتيجي نحن بننظر للمشروع من الآخير للأول، ما بننظر للمشروع من الأول للآخير. يعني أنا وقت بدي يكون عندي خطة نجاح ناجحة، خطة هدف عمل معين، ولكن أنا بدي إياه يكلل بالنجاح، أنا بشوف الرؤية، بحط رؤية أنا بعد 5 سنين كيف أنا بشوف حالي، كيف أنا بشوف مشروعي، وين أنا رح صير بعد 5 سنين. وقت الإنسان يكون في عنده رؤية، بعد الرؤية بده يكون في عنده رسالة، هاي الرسالة ما بتنتهى بس مجرد أني أنا وصلت لمرحلة النجاح، ولكن بده يكون في إلها أثر، والأثر كتير كبير. هون نحن منحط بصمة للنجاح. بعد الرسالة أنا بدي يكون في عندي أهداف وخطوات واضحة امشي عليهم هدف ورا هدف. إذا كل يوم أنا مش قربت من هدفي خطوة واحدة، معناتها أنا رح أقدر أصل كتير حلو لخطوات لنجاحي ولأهدافي بأقصى سرعة ممكنة. أهم فكرة، أهم فكرة وهي البداية، أني أنا أعرف أنا مين وليش خلقت، تمام. شو سبب وجودي، لوين أنا، كيف أنا بشوف حالي، نظرتي أنا لنفسي ونظرتي للمستقبل، تمام. هون بتكون نقطة البداية ونقطة التحول. والفشل هو عبارة عن سلسلة نجاحات رح تكون من الألم رح يولد الأمل، ورح يكون في نجاحات متوالية. أكيد. يعني بدنا نقول لك شكرا كتير على كل المعلومات اللي قدمتيناها، على الدعم. نتمنى كل شخص يكون عنده هذا الإصرار وهذا التفاؤل أنه فعلا هو قادر على الإنجاز وتحقيق الطموح. شكرا لك. شكرا كتير لكم، يسعد صباحكم وصباح النجاح والتطور أكيد. الدائم أكيد صباح النجاح، صباح الطاقة الإيجابية. شكرا لوجودك معنا، شكرا لكل كلمة حكيتيها نسور، ومشوفك بحلقات قادمة. شكرا كتير لكم، يعطيكم ألف عافية.